Allah ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Merhumenin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. حكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسألت قومي علمنا بما وطرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون لم يرهم كما أهلكنا قبلكم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميعوا لدينا محضرون